الفرق بين التلفزيون وما بين مواقع التواصل ان احنا لينا حدود، الحدود دي مرتبطة بالمهنة اولا ومرتبطة بالناس اللي بيشوفونا ثانيا، لانه حضرتك او حضرتك ممكن على تليفونك لوحدكم تشوفوا حاجة ما نقدرش احنا حاجة اسمها العرض العام نعرضها. ده اول حاجة الواحد فكر فيها على طول وقال هو الواحد يقدر يعرض كلام زي ده ولا لا. انا سمعت التسجيل الصوتي الخاص بمجموعة من الأطباء الشباب الصغيرين وهم بيتكلموا مع بعض، و أقدر أبسطها قوي يعني، أقدر أبسطها إنها كان نوع من المسابقة ما بين مراهقين، يعني يقدروا يلمسوا المريضة لما تدخل عليهم فين. دي أكتر طريقة مؤدبة أقدر أضمن بيها أوصل لحضراتكم المحتوى الغريب اللي الواحد سمعه ده. مجموعة من المراهقين اللي صادف إنهم بيمارسوا مهنة الطب، واللي بالتأكيد هم مش عارفين ولا قيمة القسم اللي أدوه ولا قيمة المهنة اللي هم بيمارسوها، وممكن يبقوا على بس كان في بيتكلموا بشكل مباشر في التسجيل الصوت أنا سمعته، بيتكلموا بشكل مباشر إزاي هي هتدخل وهتقعد فين وهيحط إيده فين، وحاجة يعني حط نقط بقى زي ما أنت عايز. وبعد كده شفنا الفيديو اللي بيتم تصويره بقى ومسألة التحرش. قانونا المسألة دي أولا على مستوى القانون العام يعني تخضع إلى إن واحدة ست ضحية مريضة تكون مرت للأسف الشديد تعرضت للاعتداء ده فتروح تبلغ في النيابة، ده في القانون الجنائي. لكن في قانون تاني مرتبط بالنقابات، سواء كان نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان. واللي طلعت نقابة الأطباء طلعت بيان، في الحقيقة طلعت بيان بتتكلم فيه إنه وصل لها بالفعل مقطع الفيديو اللي تم تداوله، هم طالعين صوت وصوره بقى، هم طالعين الولاد دول الشباب دول طالعين صوت وصوره يعني. ممكن نفهم من نقيب الاطباء اكتر بدل ما مجرد استعرض البيان قراءه. احنا معانا الدكتور اسامه عبد الحي نقيب الاطباء، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بك يا استاذ شريف، اهلا وسهلا. اذا كان في اي تعقيب على الله يسلم حضرتك، اذا كان في اي تعقيب او اضافه ارجوك تتفضل قبل ما اسال. لا هو الحقيقه يعني ما اذيعت التسجيلات دي جريمه، مش بس ضد يعني اذا ثبت ان هم اطباء، احنا بنتحقق دلوقتي وبنعمل بلاغ للنائب العام، لانه دي مش حاجه بس مخله باداب المهنه، مخله بكل القيم الانسانيه والدينيه والاخلاقيه وحمايه المجتمع. يعني مساله وده تصرف، انا يعني زي ما انت بتقول كده مجموعه مراهقين، ويعني من وممكن يبقى من اي مهنه اخرى، بس يعني لو ثبت ده احنا دول فورا يعني كافه الاجراءات هو النقابه على مستوى الاجراءات التاديبيه بتوصل عقوبتها لغايه فين؟ لا ما في حاجه زي كده، ده اللي كنت عايز اقوله، لا حاجه زي كده توصل للشطب من النقابه، شطب كامل من النقابه يعني وحرمانه من ممارسه المهنه، شطب كامل من النقابه لو تاكدتم ان هو طبيب عضو في نقابه الاطباء مرتبط بالفيديوهات دي. بالظبط تصل للشطب، ولازم يستتبعها كمان لو جريمه في حق المجتمع، زي ما حد يبقى مدور حد بقى هيبلغ بقى. حد هيبلغ لا بقى احنا لا النقابه تبلغ النائب العام، تعمل بلاغ للنائب العام، انتوا تبقوا طرف وتعملوا تقديم بلاغ للنائب العام. ايوه في بعض في جرائم بيبقى لجنه اداب المهنه او الهيئه التاديبيه بقى اللجنه بتاعها والهيئه التاديبيه اللي بتحكم، انا بتدي اقصى عقوبه وتقول لابد من اختار النيابه. أيوة. يعني افرض حد مزور شهاده تخصص واستعمل التزوير ده وممارسه المهنه، احنا بنوقفه وبنبلغ النيابه اللي هو قضيه تزوير المحرر الرسمي واستعماله. دكتور اسامه يعني ايه مش لازم اعمل تقديمات بتاعت انت عارف انتوا الواحد بيثق في النقابه ازاي ولا في مجلس، يعني مش لازم اعمل التقديمات دي، بس انا بسالك بشكل مباشر، هيجي لك حد دكتور او واسطه او حد ويقول لك العيال دي صغيره اقرص ودانها بس ما تشدش عليهم وهم متعلموا، هيبقى رد فعلك ايه؟ لا يا بي لا صدقني، لانه طالما اتخرج ده مش صغير، ده يبقى 24 سنه 25 سنه، ده يعني اصلا كده هتقضي على مستقبله، يروح يشتغل اي مهنه ثانيه، يعني تعمل له تهذيب واصلاح. لازم هي اصلا العقوبات والسجون والحاجات دي ما اتعملتش للانتقام من المجرم، اتعملت لتاديب المجرم،
ولو ما فيش سبيل وتقديم لتأديبه نموذج يبقى للي ممكن يفكر إعدام. انه يعمل حاجه غلط. بالظبط، فالتهذيب وتأديب ده لازم يتهذبوا ويتأدبوا او يتعالجوا لو هم مختلين نفسيا او يعني ده خلل نفسي. اصل الموضوع ما يوصلش كده يا استاذ شريف. فده حضرتك شفت الفيديو ولا سمعت المحادثات؟ والله ما قدرت اشوفه صدقني، والله والله انا ما قدرت اشوفه. لا ده انا مش عايز اقول لك بقى لو كنت سمعت التسجيلات الصوت. لا ما قدرتش. التسجيلات الصوت حاجه ثانيه. وانا في مؤتمر يعني حتى بره يعني، بس لما المعد بتاعك كلمني قلت له لا انا طلعت مطلع مع تشريف وطلعنا البيان وتواصلت. أيوة مع صحيح. مع لجنه الاعلام. فالموضوع مش بسيط، والموضوع انه لازم حمايه المجتمع اي جريمه من النوع ده لازم ياخد اقصى